الملف الاقتصادي يتبع في الحال. ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار خلال شهر يوليو الماضي 18 مخالفة تموينية وسعرية، كما أشرف المكتب على تعبئة وتوزيع 18,200 أسطوانة غاز منزلي، بالإضافة إلى إتلاف كمية 3,651 كرتونا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبحضور مندوبي الجهات المعنية. تراجعت أسعار الغذاء العالمية بنحو 0.8% في يوليو الماضي بعد زيادتها لخمسة شهور على التوالي، وأظهرت بيانات لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو اليوم أن متوسط مؤشرها الذي يقيس التغيرات الشهرية لأسعار الغذاء سجل 161.9 نقطة في يوليو بانخفاض 0.8% عن يونيو. وتوقعت الفاو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استقرار الأسعار على مدار العقد المقبل بفضل نمو الإنتاج الزراعي والزيادة الطفيفة في مساحات المحاصيل. تراجعت أسعار النفط جراء فائض الإنتاج والكميات الكبيرة من النفط الخام غير المباع ووفرة المنتجات النفطية المكررة، وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت اليوان عند 42.77 دولارا للبرميل بانخفاض 33 سنتا، كما تم تداول خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة مقابل 40.69 دولارا للبرميل بانخفاض 14 سنتا. ويأتي الانخفاض الجديد في أسعار النفط بعد ارتفاع إنتاج العراق النفطي خلال يونيو الماضي إلى 4.5 مليون برميل، بالإضافة إلى انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية 3.26 مليون برميل الأسبوع الماضي. هبط الجنيه الاسترليني بشدة اليوم الخميس متأثرا بإعلان بنك انجلترا المركزي خفض سعر الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 0.25% من 0.5% من 100، كما دشن البنك برنامجين جديدين أحدهما لشراء سندات شركات ذات تصنيف مرتفع بقيمة 10 مليارات استرليني، والآخر قد تصل قيمته إلى 100 مليار استرليني، ويهدف لضمان استمرار البنوك في الإقراض حتى بعد خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2009.